إيش كثر صار عندنا وسائل التواصل، بس بنفس الوقت إيش كثر خفت زياراتنا للأهل وتغيرت وايد من عاداتنا الاجتماعية. إذا اشتقت حق أهلي أطرش لهم مسج، وإذا بقول لهم شنو غداي اليوم أطرش لهم صورة. مكافي؟ أنا أدري إن الإسلام حثنا على صلة الرحم، بس هم وسائل الاتصال الاجتماعي مفيدة في هذا الزمن. ودي أعرف هل طريقة تواصلنا اليوم تفي بالغرض ولا لا؟ اختلفت الوسائل والتواصل واحد. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم نعيش بزمن فيه مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تليفون، انترنت وتطبيقاتهم، وهي أكيد أسرع وتوفر علينا مشاوير وايد. ولكن إلى أي مدى تحقق مطلب صلة الرحم اللي وصانا فيها القرآن؟ يقول عز من قائل في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صلة الأرحام هي واجب إسلامي وسمة إنسانية لحضارة الإنسان. وفي الحديث الشريف إن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتيسر الحساب وتدفع البلوى وتزيد في العمر. فهل وسائل الاتصال الاجتماعية تكفي إن نعتبرها من طرق صلة الرحم؟ صحيح أن الوقت في إرسال الرسالة النصية أسرع من الزيارة، ولكن سعادة الإنسان في التواصل الواقعي والتلاقي، وهي من استثمارات الإنسان الفعلية في الدنيا، لأنها تخلق مجتمع مترابط وقوي. تأخرنا على العرس. يلا عرس منو بعد؟ عرس منو؟ عرس منو؟ عرس حمدو صاحبنا اليوم. اوه عرس حمدو، صدق والله العظيم مو على بالي كلش. انا شلون نسيت؟ احلادش داشه ولا قطرك ولا عقار ولا قحفيه واوتي ماكو، شو اسوي؟ والله شو اسوي؟ انت بتروح؟ اي اكيد بروح. ليش لابس القطره؟ تيشون يبا انت روح وقول لحمود سلم عليك وهو مشغول وايد، وانا بدز له واتساب وببارك له، يعني مو ناسي عرفت شلون؟ وببارك له وبقول له منك المال ومن هالعيال وبيستانس وبيقدر. خوانا كله بالاستديو مشغول بعد، مشغول مشغول مشغول. زين المهم المهم خالك صار عليه، خالك صار عليه اهم شيء. ايش في خالي بعد؟ ايش في ايش في ايش في خالك؟ خالك بالمستشفى. خالي بالمستشفى؟ ايه بل صدق ما ادري. والله انا هذا الشغل مخليني اقطع علاقاتي بالدنيا كلها. صدق ما ادري ان خالد المستشفى. شلون ما تدري؟ بالجروب كل يوم يدزون. يا الله شلون بالله تيشون عشان لا يزعل. خالد انا بالواتساب عندي ورود حمر ما ورود حمر، واقول الحمد لله على سلامتك وخطاك يسوى ما تشوف شر. وهذا ما ادري ايش يسمون هذا من المستشفيات، هذا طمو طهور ان شاء الله وخلاص بيقوم. وهو ما اقدر اروح المستشفى مشغول، تدري فيني مشغول مشغول. وحسن حسن صاحبنا رد من امريكا وهم للحين ما شفته صح؟ طيب انا كله متواصل مع الواتساب. بعدين مترد من امريكا، تخرج الرجال صار مهندس. شنو مترد؟ من صدق والله رب الكعبه. مال والله العظيم ما ادري عن احد. انا يا جماعه ماشي السالفه هالشغل هذا، خليني انا متخسبك. بسوي حفله؟ يعني مو حفله، بس هو قاعد يستقبل الربع كل يوم بالديوانيه عنده. انا مشغول ومالي خلق، وترى الجو حار برا وراسي سندر. بعد ارسل واتساب اقول له الف مبروك وان شاء الله نشوفك دكتور، وباش مهندس ما باش مهندس، وهذا وبيستانس وبيكيف وهذا وقولوا له يا اخي انت قولوا له اني انا مشغول لا تاذوني. محمد يا محمد ما يصير كذي، كل ما اقول لك شيء تقولي واتساب. شو الواتساب هذا؟ ترى عيبتنا. يعني انت تخيل الحين، تخيل احمد صاحبنا معرس يقعد بروحه بالصاله وبس يمسك التليفون وكل واحد داز على البركه ومنك المال من العيال. وش يستفيد الرجال؟ لا تاذيني. وخالك؟ خالك يعني قاعد في المستشفى. يعني انا دكتور؟ دكتور انا بروحك خالك دكتور. بس انت تخيل خليك مكانه. يمسك التليفون وكل ساعه واصل ورد ورد. يبقى التليفون هذا، التليفون هذا تكنولوجيا، الايفون هذا والجالكسي ما خلى لنا قاصر.
كله واتساب الحين تواصل على اروح حق هذا واروح حق هذاك واتعنى هني والبنزين يخلص ايش فيك صلت الرحم هذه يا ولد يما امننا بالله صر رحمك في الواتساب وخلص بعد شنو هاي سالفتك سالفه زين المهم الحين تبي تروح اليوم الشاليه ولا ما بتروح اي شاليه شاليه صدقك هي عيسى اليوم حاجة شاليه مو نزل له معاش توظف بالنفط اوف متى اي نزل له المعاش وقال حجز لنا شاليه اسبوع كامل وعشان وغدان ونومتنا وقعدتنا كلها بلاش وما تقول من زمان يا حظي اي مو شاليه هذا شاليه خلينا نقوم نستانس قوم 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 عشان انطر زخم دق عليهم شوف بطريش 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 يلا قوم 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 انا بروح اي هذا اللي ما عنده وقت الشاليه رايك ضايع الناس يتناقشون وبعدين يقولون هذا واقعي أو غير واقعي بس أنا أستغرب أن نفس الناس يتناقشون في عالم افتراضي غير واقعي الوجود الواقعي يجمع الحواس والمشاعر وله أثر أكبر من العوالم الافتراضية سعادتنا أن نكون مثل البنيان المرصوص صلة الرحم هو مفهوم أساسي في العقيدة الإسلامية والمقصود منه عدم القطيعة بين الأقارب والحث على زيارتهم ويعرف بعض الفقهاء الصلة بالوصل وهو ضد القطع ويكون الوصل بالمعاملة نحو السلام وطلاقة الوجه والبشاشة والزيارة وبالمال ونحوها ولصلة الرحم منافع عديدة منها ما يترتب على واصل الرحم من إطالة في العمر وزيادة في الرزق ويسر في الحساب وما يقوي أواصر المحبة والترابط بين الأقارب والأهل ومن الأهمية بمكان التأمل في عظم صلة الرحم في الإسلام مقابل بقية العلاقات إذ يقول الله عز اسمه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً وبرغم هذه الأهمية إلا أنه ومع التطور التكنولوجي أخذت صلة الرحم منحى أقرب إلى التواصل عبر التبادل الصوتي والمرئي منه إلى الصلة بالمعنى العملي وهو ما يجرنا نحو التساؤل عن مدى تلبية وسائل التواصل لمفهوم صلة الرحم مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية وتطبيقاتها أصبح بمقدور حاملها أن يتواصل مع أطراف متعددة وبشكل سريع أيضاً وتكاد تكون التكلفة هامشية إذا ما قورنت بقيمة الوقت والجهد في الوسائل التقليدية القديمة للاتصال ومن ناحيتهم ينظر المتخصصون في العلوم الاجتماعية أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تسببت بتغييرات في القواعد الاجتماعية فالزيارات العائلية ولقاءات المناسبات أصبحت مهددة بالانقراض مستعيضاً عنها الناس برسائل ودعوات وورود ولكنها عبر الهاتف ورغم أن التقدم في مجال الاتصالات ما يزال يتقدم إلا أن سعادة الإنسان تكمن في التزامه بالمعاني الحقيقية للاهتمام بذوي القربى ولنا في رسول الله أسوة حسنة إذ جاء في الكتاب المنزل قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى الوقت من ذهب البعض يرددها ولكن إذا حولنا الوقت إلى مادة مثل الذهب أو غيره فطبيعي أن حياتنا راح تتحول بشكل مادي وتختفي معاها روعة القيم والآداب
اللي دعانا لها الإسلام. سعادة الإنسان لا تقيم بمادة، سعادة الإنسان ما نقيمها بمادة، وأيضا صلة الأرحام ما نقيمها بمادة. والله جمعة الأهل صراحة يعني تعتبر شيء قيم وشيء طيب. أولا توطد العلاقات، قوي العلاقات بين الأهل، وطبعا تعتبر من باب صلة الرحم. والله فائدة جمعة الأهل، صلة الرحم، عدم التفكك الأسري. ذكرت بالقرآن أن صلة الأرحام لابد أن تكون متواجدة، لأن هذا الشرع من دين الله. أهمية جمع الأهل هي المودة والألفة، وتزيد التراحم بين الأهل، ويعني التقارب والتواصل يعني الاجتماعي ما بين العائلة. مرات يطلعون صغار شباب ويكبرون وما تشوفهم، ما تعرفهم، تصادف أنت وياهم في معاملة ولا في وزارة ولا شيء، ما تعرف أن هذا يصير لك لأنك ما في جمعة. لكن إذا في جمعة وفي دوانية تجمعهم وفي ناس تجمعون، تشوف ان الناس تعرف بعضها بعض، خاصه اذا هم اغارب. العاده الناس يعني تتصل بهلك او تتصل بجماعتك كان قريب زين، بس يقطع صله الرحم. التليفون يغنيني عن جمعه الاهل صراحه؟ لا، اكيد ما يغنيني عن جمعه الاهل، لان يعني ما في شيء مثل ما تكون انت مثل الزواره، يعني تزورهم تكون موجود عندهم. التليفون اعتقد انه يعني ما يغنيني عن جمعة الأهل صراحة. التليفون ما يغني عن جمعة الأهل، ويساعد ويساعد على التواصل ويا الأهل، ويعني هذه التكنولوجيا تخصصت لاستخدام التواصل بين الناس. أعتقد لازم ننظم الشيء هذا، إن بجمعة الأهل نخصص وقت معين للتليفون ووقت للقعدة مع الأهل. بالنسبة لعملية التلفون لا يغني عن التواصل بين الأهل، هو كان سبب صراحة يعني أنه يبعد التقارب والتواصل، مجرد أنه اتصال مع الأهل يعني يمنع من الزيارة وأنه كذا، بس هو يعني سبب يعني واضح يعني أنه يبعد شوي عن الأمور هذه. صلة الأرحام تتعدى تبادل الكلمات والعبارات، هي تبادل المشاعر والأحاسيس بهموم ذوي القربة. ومهما تطورت وسائل الاتصال الافتراضية، ما راح تغنينا عن سعادة اللقاء والتواصل الفعلي. طيب، شفنا بعض إيجابيات استخدام الوسائل الحديثة في التواصل الاجتماعي. الحين خلونا نحلل الموضوع بشكل ثاني، من الأبعاد السلبية لكثرة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية. أولا، عندنا عنصر الوقت اللي أساسا نشتكي من قلته، صرنا نستهلك وقت أكبر في تواصلنا سواء في الإرسال أو الاستقبال. ثانيا، عسى ما بديت تسوي شيء تبدي الرسائل والتليفونات توصل لك وتشتت ذهنك، والمصيبة إذا كنت تسوق سيارة أو كنت في وظيفة تحتاج تركيز. بعدين خبراء الاتصال يقولون أن أحسن طريقة للتواصل هي بالأسلوب المباشر، لأن الطرف الثاني يسمعك ويشوف تعابيرك ويفهم مشاعرك. في أوقات الراحة فحدث ولا حرج، تليفونات ومسجات ولوية ما لها آخر. طبعا ما ننسى أن صحتنا بدأت تتأثر من طريقة حركة الإيد والرقبة، وصارت آلام المفاصل ضريبة ندفعها قبل فاتورة التليفون. وعلى مستوى العمل الموظفين صاروا مندمجين في تواصلهم وحل مشاكلهم وناسين شغلهم، وهذه هي بعض العوامل اللي بدأت تتأثر بشكل سلبي على تواصلنا المباشر وصلة أرحامنا. وإذا تساءلنا شوي،
هل المطلوب إلغاء كل هذه الوسائل ولا في معالجات أخرى؟ منطق الآيات والروايات إشارة واضحة إلى أهمية صلة الرحم ومؤازرة الأهل والأقارب وفضلها في الدنيا والآخرة. في الحديث الشريف إن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتيسر الحساب وتدفع البلوى وتزيد في العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمراض الأخلاقية إن شئنا فلنقل الاجتماعية قطيعة الأرحام، والبعض يقول أنا لا أقطع الأرحام. نقول له كيف؟ يقول أنا أصلهم ولكن بوسائل التواصل الاجتماعي، مثلا رسالة، اتصال تليفون، رسالة واتساب، فيسبوك، تويتر، أي طريقة من هالطرق هذه. كل هذا وسائل التواصل، أتواصل معه صباح الخير، الصبح مثلا دزلة وردة، بالليل مثلا مساء الخير، تصبحون على خير، أو شيء من هالقبيل، ويكتفي بهالأمر. يقول هذا الاتصال وكذا كفاية. نحن عندنا في هذا الأمر نعم، هذه تعتبر وسيلة من الوسائل. ليش؟ لأن صلة الأرحام لها مراتب، ولكن عندما نحن ندقق في هذه المراتب نجد أن أعلى مراتب صلة الأرحام الصلة بالنفس، أن الواحد يروح بنفسه ويذهب إلى أسرته. وأذكر قصة على نحو الاختصار. ذات مرة الإمام الصادق عليه السلام أتاه أحد أبناء عمومته ودار كلام بينهما، وارتفع صوت ابن عم الإمام الصادق على الإمام الصادق وانطلق وذهب وهو غضبان. بالفجر الإمام الصادق ذهب إلى داره، طرق باب دار ابن عمه، فتح ابن عمه الباب، قال يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، ما الذي بكر بك؟ قال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وعانقه. وهذا قال كأني لم أقرأها إلا الآن. فهذه الصلة بالنفس كان بإمكانه الإمام أن يرسل إليه هدية سلاما بشكل عبر واسطة، ولكن ذهب بنفسه. فهذه أعلى شيء، الصلة بالنفس، أن الواحد يروح بنفسه، العين تقع على العين. الشيء الآخر دفع الضرر عن الرحم. الشيء الثالث إيصال المنفعة إليه، مثلا تموين، مادة، مثلا فلوس، معونة، علاج، مثلا مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة إلى آخره. والشيء الرابع اللي هو التسليم، السلام عليكم. الشيء الخامس صلة الماء صلة الرحم بشربة ماء، يقول صلوا أرحامكم ولو بشربة ماء، بس تروح السلام عليكم، تشرب ماء عنده، يقول بغيت أشوفك، أشرب ماء وفي أمان الله. أو بالتسليم، السلام عليكم، هذا السلام بشكل مباشر أو بالواسطة. بالواسطة أنك يعني تقول حق واحد إذا شفته سلم عليه، هذا رحمي، بلغ محبتي، سلامي، دعائي. أول الحين في هاليوم هذا اللي عندنا إلا هو التليفون، الرسالة وإلى آخره. فهذه ممكن، ولكن هناك نقطة مهمة جدا، الاجتماع، يعني الصلة بالنفس، أن تجتمع الأسرة، أفراد الأسرة، الأخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الأخوال، الخالات، هذه مهمة جدا. إذا كانت في مثلا حواجز نفسية، شيء في النفوس، في القلوب، مثلا في هذه المجالسة، في هذا الاجتماع يكون هناك نوع من التحابب والتوادد والتبادل الآراء، وأي واحد بقلبه شيء على الآخر بمجرد هذه النظرة اللي لها وقع خاص تزول هذه الحواجز النفسية وتقوى هذه الأواصر وتمتد هذه العلاقات وتنصهر كل الخلافات
والحمد لله رب العالمين. عن الصادق عليه السلام: أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب؟ ويقول الباري عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلة الأرحام هي لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وعشان كذي جاء حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. ومن تعاليم الإمام الصادق عليه السلام يقول: أبلغ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم. الله بالخير. اليوم سالفتنا عن اثنين اخوان، واحد عزوبي والثاني متزوج ومعيل، عندهم مزرعة كبيرة، مزرعة قمح، يتقاسمون رائحة النص بالنص، 50% لكل طرف، 50% حق العزوبي، 50% حق المتزوج ويا عياله. المهم مشت الأيام والولد العزوبي ما كان مقتنع بهالقسمة، وحاسبها أنها هي قسمة جائرة، ما يصير وهو ياخذ 50% وعزوبي وخول المسكين ما عنده. فشنو نقرر؟ قرر الريال هذا أنه يخف النسبة على نفسه ويزيدها حق أخوه. بس فكر شنو الطريقة؟ قام يفكر مع الأيام، حصل له الفكرة هذه، قال: ماكو إلا أنا عشان لا يحس أخوي بهالسالفة أخذ خيشة قمح من المخزن مالي ووديها حق مخزنه كل يوم بالليل، خيشة واحدة، ليه ما شوي 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 لآخر الموسم يحصلوه تقريبا 80% وأنا 20%. وفعلا استحسن الفكرة وطبقها، وراح المخزن عنده وأخذ خيشة قمح، وكل يوم على هالحالة، كل ليلة على هالحالة. بنفس الوقت الريال نفسه المتزوج أخوه قال حق زوجته: ما يصير أخوي الحين عزوبي وباكر على السنة الجاية واللي وراه يبي يتزوج، وتعرفين أنتي سالفة المهر الغالي والمعيشة وهذا، ما يصير إحنا نأخذ 50% وهو 50%، أنا ودي أزيده، شنو تقترحين علي؟ كان تقول له: أنا أقترح عليك أنك تأخذ خيشة قمح كل ليلة من مخزنك وتوديها حق مخزن أخوك الصغير العزوبي.
وفعلا سوى نفس الفكرة اللي سواها أخوه، وليليا يأخذ خيشة قمح من مخزنه يوديها حق مخزن أخوه، وهكذا ليما التقوا الأخوان ويا بعض في نص المزرعة وكل واحد شايل خيشة. ها ايش عندك مع هالخيشة؟ عشان أقول أول شيء أنت قول لي ايش عندك مع هالخيشة. المهم تصافوا وقالوا حق بعض شنو سالفة الخيشة، وفعلا تحاببوا ولموا بعض وحبوا بعض. المهم من هالقصة يا جماعة الإيثار، لازم يكون عندنا إيثار حق الغير. ويعطيكم العافية ومع السلامة. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في الختام، السعادة ممكن أن نحققها من خلال اتباع طبيعتنا الاجتماعية في التواصل المباشر وصلة أرحامنا، حتى يكون المجتمع مترابط ومتماسك، وهو مطلب ديني أساسي نصت عليه الآيات والروايات. الله يكتبنا وإياكم من السعداء، وفي أمان الله.